موضوع الأكسجين هو كان بسبب عطل المعمل، ولكن الآن الحمد لله رب العالمين وبفضل جهود الخبيرين تم تأمين الحصة كاملة من العدد الكافي من قناني الأكسجين. ولكن المشكلة الآن هي مشكلة أمنية ومشكلة إدارية. إذا تسمحي لي أتحدث ستي العزيزة. تسمحي لي؟ تفضل تفضل، أنا وياك سيد. اتصل بي اليوم الدكتور حسين القنزاوي عضو لجنة الأزمة في محافظة بيقار حول ما يتعرض له الأطباء والممرضين وكافة الكوادر الطبية في مستشفيات محافظة بيقار. اعتداءات متكررة من قبل ذوي المرضى والمرافقين، وهذا تسبب في إيذاء وجرح وخليل كرامة الجهاز الطبي الموجود هناك الذي هو يعتبر الخط الأول لمواجهة هذا الوباء القاتل. بدوري أنا اتصلت مع دولة رئيس مجلس النواب الأخ الحلبوسي وأخبرته بما حصل، وهو اتصل بالسيد حسين القنزاوي الدكتور حسين القنزاوي واطلع على ما يحدث في المستشفيات. زين، هاي الاعتداءات ليش تصير سيد عبد الأمير؟ شنو المبررات لهذه الاعتداءات؟ شنو اللي يصير؟ ليش ماكو حماية كافية للأطباء؟ عدم توفير قوة كافية لحماية الأطباء والممرضين في المستشفيات، وكذلك ضعف الوعي والثقافة العامة لدى مرافقين المرضى الذين يحاولون الدخول مع المرضى بأعداد كبيرة تسبب إرباك، وكذلك استحواذهم على قنانية الأكسجين لمرضاهم ويتركون آخرين يموتون.